طنطوية وآخر العنقود في عائلتها، دلوعة البيت وكيوت وملهاش في المشاكل. دخلت التمثيل من وراء أهلها، ولما عرفوا عملوا اللي ما يخطرش على بال حد. خسرت مصر لقب عالمي بسبب مايوه، وشايفة نفسها جميلة ومش محتاجة تجميل ونفسها تتحجب. صندوق أسرار الفنانة هاجر أحمد بعد إعلان حملها التاني. إيه هي أسرار حياتها؟ وليه محمد إمام كان وش الخير عليها؟ وهل فعلاً هي دكتورة؟ التفاصيل دي كلها تعرفوها معايا في الفيديو ده، فخليكم متابعين للآخر. الفنانة هاجر أحمد هتبقى مامي تاني بعد بنتها البكرية غالية، والصراحة يا بخت ولادها بيها. أم حنينة قوي، وهو الدليل اهتمامها ببنتها وبيتها وجوزها. وسبحان الله، اللي يعرف قصة حياتها ما يتوقعش إنها تفتح بيت وتشيل مسؤولية راجل وعيلين. تعال أقول لكم قصتها. يلا، هاجر أحمد كان آخر العنقود اللي زي ما بيقولوا عليه سكر معقود. اتولدت في عيلة متدينة قوي، كل حاجة لازم تبقى بحساب، يعني لا في لبس مكشوف ولا فرجة على التلفزيون كتير، وملهمش علاقة بالفن. حتى القاهرة كان نادر لو نزلوها، من الآخر كده بيجوها للضرورة بس. معنى كلامك إن هاجر مفيش منها؟ أيوة، هاجر من بلد المدلعة، يعني طنطوية أصيلة. عيلتها كانت بسيطة وأخلاقها عالية قوي، المنطقة كلها بتتكلم عنهم. وطبعا نجمتنا المحبوبة كانت دلوعة البيت كله، بس للأسف الدلع ده جه على دماغها، لأنهم كانوا بيخافوا عليها جدا، ومهما تكبر قدام عينيهم هم شايفينها صغيرة برضو. هاجر أحمد كانت لهلوبة في المدرسة، بس حلم التمثيل كان بياكل في دماغها وقلبها. سبحان الله، حبها للتمثيل كان من عند ربنا، بس ما كانتش تقدر تتكلم مع أهلها خالص في الموضوع ده. أحسن يعملوا مصيبة معاها، لأن هم ما عندهمش لبس مكشوف وتأخير بره البيت. فتقوم هي تقول لهم عايزة أمثل، تبقى بتقول على نفسها يا رحمن يا رحيم. فضلت هاجر مدرية حبها للتمثيل لحد لما اتخرجت ودخلت آداب قسم علم نفس، والكل بيقول لها يا دكتورة. ما هو اللي بيدخل القسم ده بيتقال عليه دكتور، بس هي بقى هنا قررت تقدم معهد فنون مسرحية، وللأسف سقطت في الاختبارات. وطبعا ده كان إحباط كبير قوي بالنسبة ليها، وقالت كفاية عدي أولى بس في آداب وهقدم تاني. وقد كان، وهي في سنة تانية آداب قدمت فنون مسرحية وكمان معهد تمثيل، اللي هو لو ما قبلتش في ده يبقى تقبل في التاني، وكله على الله. اهي بتسعى، وعلشان قلبها نقاوة ابيض زي البافتة البيضة، ربنا كرمها وقبلت في فنون مسرحية. بس بقول لكم ايه، كانت بتعمل كده من ورا اهلها. هاجر احمد كانت بتطلع الاولى على دفعتها في المعهد وبتنجح في اداب برضو. وفي الاخر اهلها لما عرفوا اتخانقوا معاها وقالوا لها مستحيل تكملي، بس لما اصرت ابوها قال لها طب كملي المعهد ومش هتمثلي برضو. بس على مين؟ كانت بتشارك في مسرحيات، وفي النهاية وافقوا. كانت بتروح معاها اختها لوكيشن التصوير. بدات هاجر احمد مشوارها الفني لحد لما قدمت مسلسل هوجن مع محمد امام، وده كان بدايه شهرتها. كمان هاجر احمد مثلت مصر في مسابقه اجمل وجه في العالم في امريكا. مش بقول لكم من عيله متدينه؟ هاجر احمد شايفه نفسها جميله ومش محتاجه لعمليات تجميل، بس ممكن تعملها في المستقبل لما تكبر وحلم حياتها تتحجب. اليومين دول بقى اعلنت انها مستنيه مولودها تاني، بس ما قالتش نوعه، واكتفت انها تقول عيلتنا بتكبر. ألف مبروك للفنانة هاجر أحمد، وربنا يقومها بالسلامة.